اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألقِ في قلوبهم الرعب، وألقِ عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم صلِّ على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولَّنا فيمن توليت، وبارِك لنا فيما أعطيت، وقنا شرَّ ما قضيت. إنك تقضي ولا يُقضى عليك، إنه لا يذلُّ من واليت، ولا يعزُّ من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا حيران إلا دللته، ولا ولدًا إلا أصلحته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا أيمًا إلا زوَّجته، ولا عقيمًا إلا ذريَّةً صالحةً وابتة، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رِضًا ولنا فيها صلاحٌ إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطِنا ولا تحرِمنا، وزِدنا ولا تنقُصنا، وآثِرنا ولا تُؤثِر علينا، وأكرِمنا ولا تُهِنَّا، وارحمنا ولا تعذبنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ربنا، ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بمن عاديت ملحق.